اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بمؤمن طارق خيري نجم منتخب مصر والنادي الاهلي وطبعا الناشئين ومنتخبات مصر الناشئين في النادي الاهلي لكره السله. اهلا بك يا مؤمن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا والف مليون سلام عليك. الله يسلم حضرتك، يعني انا مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده. احنا مبسوطين بيك وعايزين نطمن عليك. يعني قول لي الاصابه بدات ازاي، ايه اللي حصل، اتشخصت ازاي، يعني كلمنا بالتفاصيل عن بدايه الاصابه. هو يعني ما كانش فيه حتى اي مؤشرات للاصابه. انا كان دايما عندي شكوى ان انا الفتره الاخيره اللي انا اصبت فيها كنت عامل لود، لان دايما جاي لي كومنت ان مؤمن انت وزنك زياده، سواء كان من الجهاز او من الجمهور. فطبعا مجرد ما اتقال لي الكومنت ده بدات اركز فيه جدا، خصوصا ان هو بيتقال لي من زمان. انا والدي طول الوقت كان في خناق في البيت بسبب الموضوع ده. قبل الاصابه بشكل حلو يعني. الحمد لله يمكن ما كانش فيه اي مؤشرات للاصابه. انا كنت دايما بشتكي من رجلي اليمين، انا حاسس ان في حاجه في شاده رجلي اليمين شاده. فين الوجع كان فين؟ نفس المكان اللي انا كسرت فيه في رجلي الشمال هو نفس المكان اللي كان وجعني في رجلي اليمين، بس انا رجلي اليمين ما كانت سليمه. اللي هو فين بقى؟ العظمه المشتيه الخامسه دي، العظمه اللي جنب الرجل من بره بيبقى فيه عظمه بارزه كده. ايوه، اللي هي مع الصباع الصغير خالص. ايوه، اللي هي اللي في الجنب البارزه لبره شويه. هي في ماتش ودي ضد مصر التامين اخر 9 ثواني في الكوارتر الثالث، باخد السكريم مفيش حد جنبي، بحط رجلي على الارض اتكسرت لوحدي. بس ممكن يكون من المجهود يا حبيبي. هو كسر اجهادي. الدكتور قال لي كسر اجهادي. يمكن الحمد لله هو ضيع عليا شوط طويل قوي، بس يعني الحمد لله بقالي شهرين اهو. واخر كلام كان الدكتور محمد جاد ودكتور احمد حسن يعني، والجهاز الطبي عندنا في النادي متابع معايا طول الوقت. رحت للدكتور مختار، ده تخصص المكان ده، القدم بيسموها قدم او انكل، حاجه كده يعني، انا ما فهمش في الموضوع ده قوي. هو قال لي الكلام ده من 5 ايام، قال لي ان هو الاكس راي الاخيره مبينه ان الدنيا احسن بكتير. الاول كان في بوادر ان انا هحتاج عمليه، لان تثبيت ما بيلحقش، لان هي ما بتلحمش. وبعدين اخر اكس راي في انجل، هم بيبقوا يعني صورتين، في انجل منهم اللي بتبقى وش القدم من فوق مبينه ان بدات تلم خلاص، يعتبر بتقفل خالص. والصوره الثانيه من ناحيه العظمه بالظبط مبينه ان لسه في الكسر لسه مفتوح. طب انت عارف ده ليه يا مؤمن؟ ليه؟ لانه كان رامي جنيدي كان عنده حاجه زي كده زمان. الدم بيروح في الحته دي ضعيف شويه، فالهيلينج بيبقى صعب، ملهاش دعوه بالسن وملهاش دعوه بحد. دكتور علي الدم رايح قليل، فالكالسيوم اللي يروح للمكان ده بيبقى قليل. فبتاخد وقت. بناخد كالسيوم كتير قوي. فهي الفكره ان هو ممكن يكون لحم من حته، ولكن حته بس كل ده انت ماشي في الدايره. بس الحمد لله يعني. هو دكتور مختار قال لي اخر مره ان احنا شهر وهنتقابل تاني، بس انا طبعا بحاول الحق السيزون باي طريقه. حبيبي ربنا يكرمك يا رب. يعني انا اسبوعين كده ان شاء الله يعني هتروح له تاني، هروح اعمل اكس راي. لو حسيت ان هي يعني خلاص يعتبر لمت، هروح له بقى على طول ساعتها عشان ناخد الاجراء اللي بعد الاجراء اللي بعد كده، وابدا تاهيلي اللي انا اصلا بداته. انا بدات اهل جسمي كله ان هترجع، ما تبقاش راجع ناقص يعني. طول الوقت قاعد في الجيم بحاول. انا شايفك حتى لابس يعني كبيره بشكل مختلف، الحديثه اللي هي بتتلبس. انا لبست كبيره شهر، العاديه عاديه. قعدت بيها شهر، بس طبعا خنقه، مش عارف اتحرك. انا قاعد في البيت حتى. انا عندي حاجه بتمرن بيها في البيت، بس مش عارف اتمرن. فانا كان الغرض الاول من ان انا اشيل البتاع كان ان انا عايز. الدكتور قال لك بس هي حاجه يعني مخصوصه. وبصراحه من بره مصر ولا جبالي بصراحه؟ جبت النادي جمالك. النادي من بره مصر مش كده؟ اعتقد لان هي مش الحاجات دي، الاجهزه دي مش موجوده قوي في مصر، اجهزه طبيه سبيسيفيك قوي. بس فالحمد لله يعني ان شاء الله على نهايه الشهر ده باذن الله الحق اي حاجه من المدقف. لا ان شاء الله. لا بقول لك ايه، انت لعيب عندك خبرات دلوقتي، الله اكبر، لعبت منتخب مصر ولعبت كاس عالم كتير، وما تستعجلش انت كده كده المستقبل بتاعك. وانت بص، انت عملت فورمه حلوه قوي، وكنت موفق جدا سواء في الدفاع، في التلاتة بونت، في الدخول، في الاسيست، كنت بتعمل كل ماتش 3-4 اسيست. فانت الحمد لله هتجيب فورمتك، هتجيب فورمتك، بس ما تستعجلش يعني. ممكن الاستعجال ياخرنا تاني. خد وقتك، العمر لسه قدامك. قابل بس العمر قدامك، ربنا يديك الصحه والعمر، قابل العمر تقدر بس عليه. طيب بتتمرن ازاي النهارده؟ يعني انت ايه اللي الجهاز الطبي في النادي بيقول لك اتمرنه؟ بتعمل ايه يعني النهارده؟ بتستغل الوقت اللي انت بتستعد بيه ده ازاي؟ والله احنا من تقريبا ثالث او رابع يوم انا بدات عايز اتحرك، اكلم الدكتور احمد حسن ومحمد عز ومروان، دول اللي هم الدكاتره اللي معانا.
ومروان المعد البدني وعز برضو مدرب من مدربين التأهيل الكويسين معانا في الفرقة برضو. تقريبا تالت او رابع يوم انا كلمت، كان مروان لسه ما جالناش الفرقه، فكابتن مروان لسه ما جالناش الفرقه، كلمت عز وقلت له انا عايز اتمرن، انا مش هفضل قاعد كده، بالظبط برافو عليك، انا بقالي شهر ونص فاحت نفسي تمرين واكل نظام غذائي فمش عايز ابوظ الكلام ده كله. فقعدنا بعد رابع يوم اتكلمنا مع بعض، وقال لي على حاجات معينه اعملها. كنت طول الوقت اول اسبوع بطن وظهر ما بعملش اي تحركات تانية، كويس الكور شغال على الكور كله كويس، كل لما باكل واكل نظام غذائي مش اكل حتى ماشي بالظبط زي ما الدكتور قال لك، حاسس ان انا بتخن، حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، القعده طبيعي جدا. فكلمت دكتور النظام الغذائي بتاعي دكتور شهاب، بصراحه كان عمرو الجندي اللي وداني ليه، كلمته اتفقنا على ميعاد ورحت بعد ما فكيت الكبيره قست، فاكتشفنا ان انا مش تخنان زي ما انا فاكر، انا تخنان كيلو ونص تقريبا في شهرين، ممكن تبقى ميه ولا شهرين الا 5 ايام كده، فشهر في الشهرين دول كيلو ونص مش كتير. وخلي بالك جسمك برضو اكيد في ميه لان ما بتعرقش زي الاول. دي حاجه برضو، وانا يعني هو بصراحه انا يعني مهتم جدا بالموضوع ده يعني، بس كيلو ونص مش منذ قصه اخر مره. بس هو المشكله ان انا الدهون عندي بتتجمع في بطني، فالمشكله بتبقى مشكله عشان تتشال. معلش كل لاعب عنده مشكله يعني والله يعني انا ان شاء الله هحاول اعالجها عشان ابقى في احسن صوره طول الوقت يعني. بس يمكن انا بقى بعديها بعد الاسبوع ده بدات اتحرك، انزل الجيم شويه، ومع الوقت بقى بدات اجيب اوزاني في الجيم، بدات اشتغل الجيم، بدات يعني استفدت بقى من الموضوع على قد ما اقدر، ان تحاول تكبر الماس ماسلز عشان لما ترجع انت ما عندكش وقت تكبرها يعني، هي دي تبقى فرصه، دي ممكن تعيش على الموضوع ده 3 سنين ولا 4 سنين لحد ما الاوف سيزون يجي برده الدنيا تكون ظبطت. بس هو يعني كل اللي انا بعمله ده الغرض منه ان من غير ابقى مستعجل على حاجه، ان انا لما اجي اهل الحاجات اللي انا بعملها دي هتقلل لي مده التاهيل، فبدل ما انا اهل في شهر ونص ممكن اهل في شهر، اهل في اسبوعين عشان الحق اللي باقي من السيزون من غير ما ابقى مستعجل، ان ده فاضل نهائي الدوري بس، ده فاضل كذا، ده فاضل كذا بس. بس خليني اقول لك انه انت النهارده يا حبيبي يعني دي يمكن اول اصابه كبيره ليك، فانت بتتعلم النهارده فلسفه ازاي تتعامل مع الاصابه. خلي بالك يا مؤمن، هي الاصابه دي جزء من الرياضه، صح ولا لا؟ انت طول ما انت بتلعب طبعا، واكيد حضرتك ادرى مني، حضرتك تقريبا 2011 كان جه لحضرتك كسر في ايديا، في ايديك ايوه، انا فاكر حاجه زي كده، رحت لعبت ماتش انجولا، رجعت عمليه يا باشا، قعدت فيها 8 شهور، وكانت دي اول اصابه ليا، وكنت ساعتها مش صغير انت يعني دلوقتي صغير، بس هي الله اكبر عليك ان انت يعني بكلامك انا شايف حاجات جديده اتعلمتها، وده اللعيب اللي عايز يبقى لعيب نجم وستار. انت الحمد لله اتولدت كده ما شاء الله، الله اكبر، لعيب يعني 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 عندك الشخصيه والكاريزما ان انت تبقى لعيب نجم. فالنهارده ربنا قد يكون انه بيعلمك ازاي مؤمن تتعامل مع الاصابه، لان الاصابه النهارده جزء من الرياضه يعني، هنعيشه وهنتالم وهنتوجع ملهاش حل يعني. اكيد. بس خلينا اتكلم بقى معاك على الفنيات، خلاص انسى الاصابه بقى، ارميها ورا ظهرك، انت الحمد لله ماشي كويس ومطمنين عليك، عمليه ان شاء الله اسابيع قليله وتكون في ارض الملعب. خلينا نتكلم بقى عن الملعب، ايه ابرز الـ 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 يعني كابتن مستر اجوستي دايما بحس انه ليه ثقه فيك كبيره، ودايما يعني في الاوقات المهمه ما عمره ما قال عليك لعيب صغير، وعمره ما قال ان احنا لاحظنا ده من وانت لسه تحت 20 سنه و 18 زي ما الحال بيعمله مع محمد دلوقتي اخوك، انه شايفكم لعيبه تقدروا تشيلوا. ايه الديالوج اللي بيحصل بيه؟ ايه دايما الابرز التعليمات اللي بيديها لك مستر اجوستي او الحوار اللي بيحصل بينكم؟ والله هو احنا مستر اجوستي اول سنه جه كنت انا اول سنه 20 سنه، ودار بينا نقاش ساعتها لان انا كنت بتصعد درجه اولى، كان ساعتها قبل الكورونا كنا رحنا لعبنا بطوله افريقيا تحت 16 سنه 2019 وخدت احسن لاعب في افريقيا، وساعتها رجعت النادي ما كنتش بتصعد درجه اولى، فكنت متضايق، كان في شويه حاجات كده تفكير الاطفال الصغيرين شيء منطقي طبيعي جدا طبعا. طبيعي. كان الفتره دي كابتن اشرف توفيق ماسك، كابتن اشرف توفيق ما حلفوش الحظ، وجي بعديه ماريو بالما ما حلفوش الحظ طبعا، فتره قصيره جدا. جه مستر اوجوستي اول اسبوع هو اتكلم معايا قال لي بص انت هتتمرن معانا، هنقيمك من اول وجديد، انت عندك هو اول يوم قالها لي صريحه، قال لي انت عندك مشكله بدنيه، انا بالنسبه لي من بره الملعب من قبل ما ادخلك الملعب انا حاسس بكده. هو كان اتفرج على نهائي الجمهوريه تحت 20 سنه، كنا خسرنا من الزمالك في نهائي الجمهوريه ده، بس انت كنت عامل ماتشات كويس، كنت عامل ماتش كويس جدا، انا فاكر الماتشات دي، فاكر الماتش ده، فهو قال لي انا واخد باك جراوند عندك كويس عنك كويسه. اتمرنت معاهم الاسبوع ده، هو جه قال لي انت هتكمل معانا بقيه السيزون بس مش هتلعب ماتشات، انت
هتلعب مع فرقتك بس انا هخليك تستفيد من السنه دي على قد ما تقدر، لان انا ما كنتش هقعدك معايا في الفرقه، ان انا كنت واخد قرار ان انا اسبوع وهقعدك، بس انت منتلي قادر تلعب مع لعيبه كبار في الدرجه الاولى وباسكتك كويس، هتقدر تلعب في المستوى ده وتقدر تلعب في مستوى اعلى من ده. اداني شويه نصايح، كان ساعتها المعد البدني بتاعنا قبل ما يروح لفرقه الكوره كان محمد الشيحي. الكوتش عمل لي معاه بلان من بعد ما السنه دي خلصت. من بعد السنه دي بعد بقى خالص اول ما السنه خلصت. طب واثناء السنه كنت بتمرن معاهم؟ كنت بتمرن معاهم طول السنه بس ما بتلعبش حتى الماتشات الوديه ما لعبتش. لعبت ماتشات وديه، لعبت ماتشات في الاول في بطوله المنطقه وتقريبا لعبت برضو ثلاث ماتشات بتوع التاميم بتوع دور الثمانيه، بس ما لعبتش ماتشات رسميه يعني. كانت ماتشات قليله قوي اللي لعبتها. هو اصلا كان صريح معايا من الاول، قالها لي صريحه. ساعتها انا كنت بفكر اسافر ما سافرش، انا عايز العب، اللعب هو الاهم بالنسبه لي. انت سافر فين بقى؟ كان جاي لك جامعه جاي ساعتها حاجة؟ كان جاي لي، كان في جامعه في امريكا اسمها ديفيدسون. ديفيدسون دي طلع منها ستيفن كيري دلوقتي. كان ايجنت من الايجنتس كلمني قال لي عايزين الهايلايتس بتاعتك نعرضها على الكوتش هناك. فساعتها انا اخترت ان انا افضل قاعد في النادي بصراحه. ما حبيتش تسافر برغم ان جيلك اغلبه ناس كتيره راحت جامعات. انا بصراحه اللي اقنعني ان انا اقعد يمكن هو يعني الله يرحمه دلوقتي معالي الوزير السابق اللي عمري فاروق بصراحه. يعني يمكن بعد الكورونا انا كنت خدت قرار ان انا مش هقعد في مصر وان انا امشي. كنت حاسس ان انا عايز فرصتك تاني. كنت حاسس ان انا مظلوم بصراحه. يعني مش هكذب، كنت حاسس ان انا مظلوم. هو في يوم انا استغربت جدا من الموضوع ده. انا في يوم لقيت تليفون بيرن فبرد بقول الو، قال لي الوزير عامل فاروق مع حضرتك. الوزير عامل فاروق بيكلمنا. انت بتهزروا يا جماعه؟ الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه بصراحه. يعني هو كان زي والدي بصراحه. يعني راجل جميل الله يرحمه. كل واحد في النادي ليه ذكرى معاه. يعني تاني يوم رحت النادي، قعدنا اتكلمنا، هو فهمني الدنيا ماشيه ازاي، هي مجرد وقت، الدنيا هتتظبط، ما بقاش مستعجل. وحصل وبصراحه يعني انا يعني حتى كنت انا مايل اصلا كمان ان انا اقعد في النادي بصراحه. بابا ملوش دخل في الموضوع ده. يعني بابا دايما عايزك تقعد. يعني اللي اعرف دايما ان بابا دايما حابب ان انت تكمل في الاهلي وحابك تقعد في الاهلي. ممكن اهلاوي واهلاوي صميم. بابا هقول لحضرتك حاجه، انا لحد دلوقتي عايز اسافر، انا مش هبقى كداب. بس في نفس الوقت طول ما انا النادي محتاجني، خصوصا ان احنا معدل الاعمار عندنا في النادي صغير مش كبير، والنادي محتاجني. فلما الوقت ده مش انا هبقى حاسس ان النادي مش محتاجني او النادي هيبقى مش محتاجني هيمشيني اكيد. انما انا طول الوقت حاسس ان انا هقدر العب في ليفل اعلى من اللي احنا فيه كمان. انا طول الوقت ده كان التارجت بتاعي. انا حتى قعدت مع كابتن خالد العوضي في قناه الاهلي هنا قبل كده ساعه لما خدت احسن لعيب في افريقيا، وقلت له انا هدفي ان انا ابقى احسن لعيب ان لم يكن في تاريخ مصر ان انا ابقى احسن لعيب من اللعيبه اللي موجوده في مصر. وده حاجه ودي حاجه مش حاجه مش انانيه مني، على قد ما هي ان انا عايز افيد النادي بالامكانيات اللي عندي، اللي انا عارف ان هي موجوده عندي، وعارف ان ربنا مديني موهبه تقريبا مش عند حد. فلما كنت مهمل في الاول وبدات اغير الموضوع ده اللي فرق معايا. فهو مستر اوجستي بس خلي بالك يا مؤمن برضو الموضوع، انت برضو فاهم كلامي ده وبتعمله بصراحه. بس انا هكمل بين قوسين، مجهود انت بتبذل مجهود كويس. يعني انا دايما كل ما اروح نادي الاهلي بتمرن، فده يعني كويس ان عندك موهبه وانت عندك ثقه في نفسك، دي حاجه عظيمه. ولكن بيقول لك هارد ورك دي في التالنت. يعني انت لو انت يعني بتشتغل هارد ورك جامد هو بيكسب التالنت. فانت لو استعملت الاثنين محدش هيوقفك. وانت بصراحه طبعا. الله اكبر كمان شغال على نفسك بشكل كبير يعني جدا. يعني والله انا بحاول. يمكن هو كوتش حطني على السكه، كوتش اوجستي يعني حطني على السكه. طب لما بدات تلعب بقى، يعني بدات تشارك وتشارك بانتظام جوه ال 12 ورحت البال ولعبت، يعني كلمني عن بقى بدات تشارك فنيا في الملعب. سيبك بقى من البدايات وان هو كان بيقول لك لا، وانت التزمت باللي هو قاله واجتهدت ان انت تثبت له ان انت راجل تستحق تكون في الفرقه. بدا يديك الثقه، بدات تلعب. ايه ابرز التعليمات اللي اديها لك في الدفاع والهجوم برضه؟ هو انا دايما كان عندي مشكله دفاعيه مع كل المدربين. هم واخدين عني فكره ان انا ما بعرفش ادافع. انما احنا في الناشئين كان الموضوع مختلف طبعا. في الناشئين اللعيبه ساعات ما بيطلبش منها ان هي اصلا تدافع. صحيح. يعني بيطلب منها سكور. يعني انا واحد طول عمري في الناشئين الكره في ايدي ال 40 دقيقه بتحط دي 40 بونت، وهبقى عندي مقدره ازاي ان انا هدافع. فدي كانت مشكله عندي وانا صغير. من بعد ال 14 سنه كانت المشكله دي عماله تكبر، لان في ال 14 سنه كان لازم هدافع طبعاً. ان الدنيا مش باينه. هو بصراحه علمني شويه حاجات في الاول، ان انا احط جسمي ازاي في اوضاع معينه تخليني ابقى قادر
ان انا دافع على اللي قدامي. يعني اتكلم معاك في الوان وان الاول. تمام. هي اول حاجه قالها لي انت مشكلتك مش في التيم ديفنس, انت مشكلتك في الانديفيدوال. لا اكبر, انا لسه بقول انت دايما فاهم واحنا بندافع كتيم هتعمل ايه, هتقف فين, فين لما بتيجي تدافع واحد على واحد دايما عندك مشكله. هي المشكله طبعا كانت بدنيه اكتر من هي انك مش عارف تدافع, انما مع الوقت هو كان كل يوم, حتى الفرقه كلها, ده مش انا بس, الفرقه كلها في التمرين قعدنا حوالي شهر ونص احنا في دريل, في دريل طول كل تمرين بعرض الملعب واحد على واحد, لو عدى منك هتعيد من الاول. خبر يعني هو لازم هتخبط في صدر, في كونتاكت في الموضوع كله, هتحط بعرض الملعب, بعرض الملعب, وما بنلعبش على الباسكت انت من رايح جنب اللاين, اللاين السايد لاين. ف يمكن التمرين ده فادني جدا كفتنس, وكان انا قادر الديفنس عند مستر اجوستي كام في الميه؟ 100%. لا 100%. هو ما بيتكلمش في اوفنس بصراحه. يعني بيسيبك يعني تلعب طالما تلعب صح. هو خلاص. هو مدي كل واحد الرول بتاعته, الرول بتاعتك دي لو كسرتها هو هيبدا يبقى متضايق او يبدا يبقى متعصب او متنفذ او انما الدفاع, انما في الدفاع كله زي بعضه, لازم يدافع من النجم للطويل للقصير. طبعا دفاع بالنسبه له 100%. دفاع 100%. ما هو ما بيهزرش في الموضوع ده, والقواعد بتاعته واضحه وصريحه يعني في الموضوع ده. طيب اشتغلت في الدفاع, مشيت بشكل كويس الحمد لله, اتطورت جدا, بدا يديك وقت في الملعب اكتر. يعني في الاوفنس ملوش مثلا كومنت عليك ولا بيقول لك حاجه مثلا؟ هو الحاجه اللي دايما بيقولها لي, انا دايما عندي مشكله ان اغلب المدربين زنقني في ان مؤمن انت شوتر, بس انت بس مش شوتر على فكره, يعني انت بنشوفك في حاجه هو فاست كده. بريك في الحاجه هو بيتكلم معايا دايما انك هتعرف تلعب في الناحيتين, تعرف تلعب لو انت عايز تقف تشوت بس هتعرف تعمل كده, عايز تلعب هو قال لك تعمل كده. قالها لي, قالها لي صريحه جدا. هو الراجل بيديك ثقه, بيدي ثقه لاي لعيب, الراجل صريح جدا. خصوصا ان كمان احنا معانا في الجهاز كابتن احمد الجرحي وكابتن رامي الدياسطي. يعني جمال كابتن احمد, انا لعبت معاه سنتين فهو عارف امكانياتي عامله ازاي, فهو ده في ناشئين, هو مدير فني. يعني هو عارف دايما ان انا اقدر اعمل حاجات تانية غير اللي انا بعملها دلوقتي, انما السنه اللي فاتت كنت انا محطوط في الرول دي. هو قال لي مش عايزين نستعجل, مش عايزين نحرق كل حاجه, الدور بتاعك هتاخد خطوه كل حاجه, وما تهملش الحاجات التانية اتمرن عليها. انت كده كده مع الوقت هتبدا انت تبقى مع الوقت هتشيل, لان هو سنه الحياه. هو قال لي معدل الاعمار كده كده بيكبر, اللعيبه بتكبر, هتلاقي في لعيبه بتعتزل, هتلاقي في لعيبه بتمشي, هتلاقي مع الوقت الدنيا مختلفه, معدل الاعمار بيصغر. هو بصراحة بيثق فيا. يمكن احنا اول السنة دي كان في, يعني احنا الاتنين بنتناقش, انا في اول السنة ما كنتش فاهم انا ما بلعبش ليه, كان في كاس عام الاندية ماشي, انا كنت متفاهم ان الاحقية الاكبر طبعا ده شيء منطقي جدا, وان انا بدنيا ما كنتش جاهز فتمام, بتوع عربية جت برضه كنتش بلعب فما كنتش فاهم ليه, كنت دايما بنتناقش انا وهو في الموضوع ده. هو بصراحة بيعاملني ان انا ابنه برضه, يعني عشان ما ابقاش كدايما, هو بيتكلم معايا كويس جدا دايما. بعد البطوله العربيه جه اتكلم معايا قال لي اللي فات ده انت كنت مهمل في حاجه معينه, ولما بدات تظبطها انا قلت لك انك هتلعب, والموضوع ده انت عارف ان انا ما بهزرش فيه. بس فهو يعني لحد بعد البطوله العربيه انا الدنيا كانت ماشيه مش مفهومه, وبعديها بدانا الدنيا ماشيه كويس لحد ماتش سموحه, ده كان اخر ماتش رسمي يعني اللي بعديه لعبنا ماتشين وديين في التوقف. فهو لا هو بصراحه يعني, بس انا عايز بقى اروح معاك لمحور طبعا بابا ومحمد وكده, بس خلينا نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل, انا هنكلم مع كمل حوارنا مع مؤمن خيري لاعب نادي الاهلي ومنتخب مصر كره السله, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, نكمل حوارنا مع مؤمن طارق خيري. مؤمن اجي لك يمكن في محور الاسره, انت طبعا باباك كابتن طارق خيري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ودرب الملاعب معاه يعني سنوات كتيره, واخوك طبعا محمد خيري, واخوك الصغير بقى خالص ياسين. ايوه ياسين الصغير خالص. كلمني بقى عن العيله وازاي بابا بيوجهك, يعني ابرز دايما توجيهات بابا ليك ايه؟ مش هنتكلم بقى على الدرجه الاولى خالص, الدرجه الاولى انت استويت خلاص وبقيت لعيب بتلعب على مستوى دولي, وانت صغير ايه كان ابرز يعني توجيهات باباك؟ ايه اللي كان بيتكلم معاك كابتن طارق خيري فيه؟ يعني هو كان دايما بيحاول يخليني مختلف كل حاجه. يعني في حاجه انا فاكرها, انا فاكر قبل بطوله افريقيا كنا في نقاش في البيت على على يعني عليا انا بدنيا, ان انت عندك مشكله بدنيه هتروح تلعب مع الافارقه ازاي,
فالنقاش ده اتكلمنا فيه مثلا اسبوع كامل، وبعديها رحنا النادي. فانا بتمرن، ان هو اول ما كلمني انا ساعات لما هو بيحاول يستفزني بالطريقه دي انا ما بستجبش، واللي هو ايه، طب طالما انت قلت لي كده انا مش هتمرن. انما الفتره دي كانت جايه معايا بالعكس، لان انا كنت متارجت يعني ساعتها ان انا عايز ابقى احسن لاعب في افريقيا. فجينا بقى في مره في النادي تنشلنا احنا الاثنين في الكلام في الـ في الـ في الدايره اللي بره الملعب دي، فصوتنا عالي، فروحت مزه انا هاخد احسن لاعب في افريقيا وهكلمك وهتشوف. ف عدت الايام، خدنا بطوله افريقيا، خدت احسن لاعب، فبكلمه ماسك التليفون ماسك الكاس بقول له هو احسن لاعب في افريقيا، قال لي يا ابني بطنك طالع عندي في الشاشه. هو عايز الاحسن، عايز الاحسن دايما. هو دايما كان كلامه معايا دايما في الناحيه البدنيه، هو شايف ان انا عندي مشكله. عمره بصراحه ما قال لي حاجه في الباسكت غير برضو المشاكل بتاعتي الدفاعيه كان بيتكلم معايا فيها. فهو طول الوقت بصراحه يعني، حتى احنا في البيت طول الوقت ماتشاتنا شغاله، كل واحد بيطلع غلطاته وهو بيساعدنا ان احنا نطلع غلطاتنا ونصلحها ازاي وخصوصا ان احد مشاكلنا مع بابا هو بينتقد اي شيء طبعا، لان هو عايز يعيشه احسن ناس. هو كان بلاي ميكر مصنف الحمد لله على مستوى مصر، فهو لعب كاس عالم بابا. انا في ماتش من الماتشات حاطط فيه 46 بونت حاجه كده، هو كان بيتفرج على الماتش فبيقول لي انت عملت دربلها زياده هنا. دربلها زياده فين؟ قال لي انت قبل ما تشوط خدت دربلها زياده ليه؟ فانا ما كنتش فاهم يعني ايه خدت دربلها. انا كنت عارف بابا انا حاطط حاجه و40 بونت، الدربلها زياده دي مش هتعمل لنا ازمه. فهو دايما مركز في الحاجات يعني الصغيره اللي بتفرق من عايش كل احسن في الاحسن في الاحسن، لان ده دوره. بس هو بابا هنا مش بيكلمك من منطلق ان مدير فني بقى لسه بقى القصه دي، كاب طبعا، هو طبعا عنده خبرات باسكت وعايز يديها لك. هو كمدير فني ممكن يتقبلها من اللاعب، لا مش هتقبلها منك عشان انت طب ماما بقى كلمني عن دور ماما، لان دايما بشوف ماما صراحه متبهدله معاكوا قوي يعني. ماما معاكوا في التمرين يا عيني، وتوصلك وتجيبك وتعملك ومحمد وياسين. ماما الله يكون في عونها يعني، هي ماما يعني بصراحه هي ست ب 100 راجل يعني، ما شاء الله عليها وربنا يخليها لنا. هي يعني هي اللي شايله العيله بصراحه اكتافها. من وانا صغير كانت بتذاكر لي وتاخدني توديه التمرين، محمد بتذاكر لي وتاخده توديه التمرين، حاليا هي بتذاكر لمحمد وياسين يعني متعذبه معانا بصراحه يعني، الله يكون في عونها. تحس انها يعني ساكته خالص يعني، جبتها باسكت برضو. ما انا عارف طبعا. فهي بالنسبه لها الموضوع، هي عارفه ان احنا مختلفين شويه وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى كويسين. ودايما موجوده في المدرجات على فكره بتدعمكم، دايما بقابلها وبشوفها يعني. انا يعني جت فتره ما كنتش ببقى مرتاح وهي مش موجوده في المدرجات، اللي هو لازم تبقى موجوده معايا. طب ابرز يعني، طبعا ماما كانت بتلعب باسكت يعني، برضو ليها درايه كبيره بالباسكت، بس هي كأم برضو ليها نصايح ليك يا ماما، سواء انت محمد ياسين، ايه دايما ماما دايما بتقولها؟ هي ماما دايما يعني، هي بصراحه مربيانا تربية أصيلة جدا، بنحاول على قد ما نقدر نبقى قريبين من ربنا طول الوقت على قد ما نقدر. وطبعا احنا يعني مش شيوخ، بنحاول على قد ما نقدر. احنا كل البني آدمين يعني بيقطعوا وبيرجعوا، احنا بنحاول بصراحة. هي فوق دماغنا في الموضوع ده طول الوقت. يمكن هي دايما قالت لي ان انا افضل طول الوقت اتعامل باصلي، ما ركزش مهما حصل، مهما الناس اتعاملت معايا انا بفضل زي ما انا، ما احاولش اتغير عشان الناس بتتكلم عليا كويس، ربنا رزقني من واسع مش عارف ايه بتاع، ما اغيرش من نفسي في الموضوع ده. وبصراحه انا بحاول اعمل بالنصيحه دي يعني، بيحصل قدامنا مشاكل كتير، ناس وده طبيعي، ناس تبقى قريبه منك وتبدا تقل ادبها عليك وانت بتتعامل عادي خالص لو براحتك. طب قول لي يعني، انت كلاعب في الفريق الدرجه الاولى، وانت النهارده دي ثالث سنه صح؟ ثالث سنه يعني، اول سنه درجه اولى وثالث سنه من ساعه ما اتصابت. بالظبط. لا انا ما بحسبهاش كدرجه، بحسب ان انت لعبت مع الفريق دي ثالث سنه. دي ثالث سنه. انت النهارده ايه اللي انت شايفه يميز فريق الباسكت في النادي الاهلي؟ ايه اللي انت شايفه يعني؟ الجمهور طبعا سعيد بيكوا جدا، وسعيد بالنتائج اللي انتوا بتعملوها، وحافظكوا لاعب يعني. انا اتصور انتوا النهارده بتمشوا في الشارع زيكوا زي لعيبه الكوره النهارده، كل الجمهور الاهلي عارفكوا لانه متابعكوا، ودي حاجه انتوا انتزعتوها بالنتائج اللي انتوا عملتوها. ايه اللي بيميزنا؟ ايه اللي شايف اللي يميز نادي الاهلي في كره السله؟ مش موجود عند اي فريق تاني. والله يا كابتن هيثم، هو يعني اللي ميزنا اخر بالذات اخر 3 4 سنين، ان كان في اسامي كبيرة في الفرقة زي كابتن ابراهيم جمال، كابتن مودي الجرحي، قبل ما يبطلوا هم المجموعة دي لما اتجمعت على بعض
في ناس كتير قوي من بره النادي، بس هما بيحبوا النادي جدا زي عمرو الجندي زي عمر طارق، دول اهلاويه جدا من زمان. نعم. طبعا نعم. ايهاب امين طبعا بيحب النادي جدا، ومهيب كل عزب ومران سرحان اللعيبه اللي جم من بره كلهم، وكيجو جه السنه دي. هما من اول يوم هما زرعوا فينا ان احنا لازم نطلع من اللي احنا فيه، لازم نكسب، مش هينفع نفضل كده وكل الكلام ده. ان احنا كان جت فتره ما كناش عارفين، صحيح، كانت إيه الدنيا مش احسن حاجه، ما كنا كويسين وبنخسر ليه، وكانت الفرقه كويسه جدا، صحيح. معدل الاعمار دلوقتي برضو يعتبر متوسط طبعاً. يعني في عمرو زهران صغير، عمرو زهران صغير، وانا ومعداوي والمعداوي، دول لما هنتكلم على لعيبه الدرجه الاولى خلينا الناشئين هنبقى نجيب لهم، بس دول الثلاثه الصغيرين اللي في الفرقه. كريم حاتم هنعتبره برضو معانا في الدرجه الاولى طبعا. فدي دول اربعه صغيرين، في بعديهم ايهاب صغير وعزب صغير لسه في العشرينات. نعم. الباقي كله يعتبر في اوائل الثلاثينات ما عدا الجندي وعمر طارق اعتقد. هو الجندي فمعدل كمان 33 33 يعني، وابو النصر برضو 33 32 يعني. فمعدل الاعمار عندنا مش كبير. عندنا خبرات في الفرقه، ابو النصر، سيف، لعبوا مع النادي طبعاً من زمن يعني بالظبط، فالموضوع طبعا فارق معانا. يعني انت شايف العامل الرغبه في الفوز طبعًا. دي حاجه مهمه جدا، طبعًا. دي الميزه، دي رغبه النادي الاهلي طول الوقت يا كابتن هيثم برضه. بس يعني بس قبل كده في الباسكت بالذات بيبقى الموضوع صعب، لان فرق كمان النظام القديم قبل النظام دلوقتي كانت الدنيا كلها صعبه جدا. انت عندك ست فرق في النهائي في الدوره المجمعه، هتلعبوا مجمعتين، الست الخمس ماتشات اللي هتلعبهم ورا بعض، انت لو اتخطفت ماتش الدوري راح في حته تانية. مره الشرقيه او الزقازيق، الزقازيق انا فاكر ضيعت دوري من الزمالك وماتش، كان ده كلام، ده كان زمان قوي، كان لسه هناك بيلعب، كان بيلعب كان هو بيلعب في الزقازيق، كان بابا بيلعب، وسيد وكان في كابتن سيد اسمه عبد الوارث، سيد عبد الوارث، وكان في مجموعه كان فيه ناس كتير من اللعيبه كانت هناك، طلع لعيبه كتير قوي، كسبوا الزمالك ماتش كان كل الدنيا يعني. انا والدي الماتش اللي خلى والدي يجي الاهلي كان حاطط 52 بونت ضد الاهلي حاجه كده. يعني لا يعني الباسكت دايما مشكلته ان لما بيبقى المقياس كله زي من خمس ست سنين، الفرق كلها جامدة، الفرق كلها في نفس المستوى، بيبقى الموضوع صعب. فيعني احنا الحمد لله عرفنا نفرق عن الفرق اللي معانا، وانا يعني الحمد لله شايف ان احنا من فرقة احسن فرقة في مصر طبعا. انا ده رأيي، بس ده محتاج برضو ان انت تبذل مجهود. لا لا لا، الفرقة بصراحة انا مش هكدب يعني في حاجة زي كده يعني. هما بيتمرنوا يعني قصدي اقول لك ان انت يعني كل الناس بتقول كده، ودي شهادة كل الخبراء يعني، ولكن النهارده انت محتاج مزيد من الجهد بالدفاع في طبعًا. الملعب، مزيد من الجهد في التمرين طبعا. وهم احنا في التمرين كأنه ماتش، احنا بنقطع بعض في التمرين، منافسة شريفة جدا، ما فيش حد فينا بيبقى غالي على التاني، مش مفيش الحاجات الصغيره دي الحمد لله يعني. طول الوقت عينينا على المكسب يعني. احنا دايما في اخر التمرين بيبقى في جيمات صغيره كده بنلعبها من 11 بونت او من 12 بونت، 5 على 5 كويس. كانك كان الاهلي والاتحاد بيلعبوا في نهائي الدوري، الفريقين مش عايزين يخسروا، فاتعودنا على كده يعني الحمد لله. واللعيبه الكبار اللي معانا برده ما بيسيبوناش، بينقلوا لنا خبراتهم، واحنا بنحاول نتعلم منهم على قد ما نقدر يعني. طيب مين ماسك الاعلى يا مؤمن؟ يعني انت نفسك تبقى زي مين في مصر؟ ايوه كده خد نفس، سيبك من بابا طبعا، بابا اكيد ماسك. لا بابا بره، بابا لا غبار عليه، واكيد ده هو ماسك يعني الاعلى. لو قعدنا نقول من هنا لبكره، بس انا بتكلم من بجانب بابا يعني. انا بصراحه ابراهيم الجمال بحبه. انا لابس 9 سنين دي عشانه للامانه. طيب يعني انت وانت صغير بدات بوينت جارد، قعدت فتره، ودي اديتك حاجه 14 سنه، ودي حاجه اديتك حاجه كويسه، اديتك ولا وكانوا بيسندوا عليك المدربين كبوينت جارد في 16 سنه، بيسندوا عليك يعني. ممكن كنت انا اللي بطلع من الملعب، بتلعب الملعب وبتاع يعني، بيسند عليك كنت بتلعب اثنين ثلاثيه بس، كان بيسند عليك في واحد وكنت بتادي. فانت النهارده جمعت بين حاجتين، ان انت النهارده يبقى عندك بول كنترول، وان انت تليد الملعب، وفي نفس الوقت انت تبقى سكورر، وان انت تقدر تهدف على الباسكت. طيب النهارده شايف ان اللعيب لازم يلعب في اكتر من مركز، ما يبقاش مقتصر على مركز، ولا في مدربين يقول لك لا انا عايز اللعيب يبقى سبيسيفيك، يعني يبقى واحد وحدايه صرف، اثنين يبقى اثنين من يوم صرف، ولا شايف ان تلعب في اكتر من مركز دي احسن؟ ممكن نظرك انت كلاعب ايه؟ يعني انا هقول لحضرتك حاجه، ده رايي الشخصي. انت ممكن تلعب في اكتر من بوزيشن، بس هي الفكره انك تبقى فاهم اكتر من ان انت حافظ انت المفروض تعمل ايه. يعني اللعيبه الصغيره انا بتفرج عليهم، انا دايما عندي معاهم مشاكل،
جيل ياسين اخويا وانا بتفرج عليه، وفي ناس في الاجيال الكبيره اللي خلاص المفروض تلعب درجه اولى هم حافظين الباسكت اكتر من هم فاهمينه. نعم. ان انا المفروض هروح اعمل كروس اوفر هنا من غير ما ابقى فاهم المدافع واقف ازاي. انا المفروض ادافع هنا ازاي. اصل انا في ناس بتقول انا بوزيشن اتنينيه هروح استلم الكره ليه اصلا. ففي حاجات كده بتبقى حفظ اكتر من فهم، دي ما بتبقاش مفيده للعيب. انت ممكن تلعب واحد واثنين وثلاثه، في لعيبه بتلعب من واحد من اول بوزيشن واحد صحيح. لحد بوزيشن اربعه بيلعبوا عادي خالص، بس لازم تبقى فاهم، بس فاهم كل حاجه. ما هي بقى دي الفكره، طول ما انت فاهم الباسكت وطول ما انت الباسكت بالنسبه لك مش حفظ هتعرف تلعب. طول ما انت عندك القابليه انك تلعب كذا بوزيشن كبدنيا هتعرف تلعب كذا بوزيشن. خلي بالك انت قلت برضو كلمه حلوه، يعني انت مش ضد الاثنين، ممكن يبقى تخصص انت من الاول طبعاً. تمام، وممكن تلعب لاربع مراكز، بس المهم تبقى فاهم كل مركز بتلعب ازاي. فالاثنين صح. طول ما انت مش هتعرف تفهم الموضوع ماشي ازاي، خليك في يعني سبيسيفيك. والمدربين اصلا اغلب الوقت بتعمل كده، يعني بتحس ان اللعيب ده مش قادر يفهم الموضوع هيبقى ماشي ازاي لو هو كذا، بيحددوا له مهمه معينه ويفضل يعملها. طيب مين اقرب لعيب معاك بتقعد معاه في الاوضه في النادي دايما في المعسكرات مع بعض في الاوضه ولا بتتغيروا؟ هو احنا بنتغير، بس يعني بتغيروا التعليمات من الكوتش. مع الدوي هو اكتر واحد قاعد اكتر واحد قاعد معايا. طيب انتوا في الكوتش اجوستي هو اللي بيختار مين يقعد مع مين ولا دي لا بتبقى لا ما فيش كده بره الاجانب ما عندهمش ده؟ انت هتقعد مع اللي بترتاح معاه صح؟ بس في مدربين مصريين كده يقول لك لا كل مره اعمل روتيشن مش قاعد اتنين مع بعض. اعتقد ان دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. لا والله في مدربين دلوقتي والله يا ابو مش انت عارف انا عارف. لا هو بس في السن الصغير في السن الصغير انا لا بس الكبير برضو كمان الكبير فيه مدربين بيجي يقول لك لا مش عايز اللعيبه. بس انتوا يعني النادي الاهلي عندكم من المسؤوليه اللي بتبقى. طب انت كلمني عن المعسكرات، يعني هل مستر اجوستي بيشترط معاه تناموا فيه، هل بيشترط بتاع، ولا برضه هو عنده ثقه في اللعيبه ان هي هو عنده ثقه في اللعيبه، واحنا اللعيبه عندنا ملتزمه بصراحه. يعني ما فيش يعني ما حدش بيعمل حاجه بره السياق اللي هي تطلعه بره تركيزه، خصوصا ايام الماتشات المهمه. ما بيبقاش فيه عنده ثقه فيكم. يعني هو بصراحه هو المواعيد اللي بتتحدد لنا مواعيد اكلنا ومواعيد الفيديو ميتنج بتاعنا ومواعيد تماريننا، وكل واحد بيلتزم بالمواعيد دي. بعد كده مؤمن في نهايه الحوار ده عايز اعرف امنيتك ايه، يعني بناخد راينا بالراي ده اللعيبه وبنعرف نسمع منهم وبنتقابل بعد سنتين ثلاثه ونفكرك، يعني ايه امنياتك وطموحاتك في الشورت تيرم واللونج تيرم؟ يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا دايما مستعجل في الموضوع ده. انا نفسي في يوم من الايام ان انا ابقى من احسن لعيبه في تاريخ مصر، دي حاجه انا ما اقدرش انكرها، ودي حاجه ما تضايقش حد. دي حاجه طبعًا. يعني طبعا حقك، يعني ما لهاش علاقه في ناس بتصنفها انانيه، وده طبعا خالص الحمد لله. يعني مش كده لو ما قلتش كده ما بقاش عندك طموح. الحمد لله، يعني دي حاجه، دي اول حاجه يعني دايما في دماغي. ان شاء الله نكتسح كل حاجه السنين اللي جايه دي معانا في النادي، ان يعني نشرف النادي، نروح نلعب كاس عالم انديه، نحقق مراكز كويسه، ولو قدرنا نكسب كاس عالم الانديه ليه ما نكسبوش. يعني قريبين احنا نطلع فاينل المره اللي فاتت. الحمد لله، بس يعني ان شاء الله تتعوض. يعني الحمد لله هتتعوض ان شاء الله. بس مؤمن انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني انا سعيد جدا بالحوار ده، ويمكن ده اول مره وانت يعني بعد ما خدت مكانك ومقعدك في الدرجه الاولى تقعد تتكلم كده وجمهور النادي الاهلي يسمعك وتقرب منه بشكل كبير. انا بشكرك واتمنى لك كل الشفاء، واتمنى ان شاء الله قريب نشوفك في الملعب يا مؤمن. ان شاء الله. تسلم. اعزائي المشاهدين اطمنا على مؤمن، وشفنا طبعا قد ايه هو بيبذل مجهود عشان يرجع الملعب، شفنا ازاي فريق الباسكت بيفكر، شفنا لعيبته كمان بيفكر من الصغيرين للكبار كلهم هارموني واحد، شفنا كمان مستر اجوستي بوش بيوجه اللعيبه ازاي في علاقه حلوه، علاقه اخوه وزماله حلوه في الملعب ما بين مستر اجوستي واللاعبين. بتمنى ان شاء الله ان كل ده يكون واضح من خلال حوارنا مع مؤمن طارق خيري. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى لقاء جديد مع الابطال.